وعليكم السلام. و في السلام محتاج يبقى ايه؟ يقول لك تبقى كبير كده، تعتذر وتعالى على نفسك. ده في المواقف اللي بنقدمها، في مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم كثيره متعدده، كلها حاجه واحده، كلها حب، تسامح، اعتذار. نتكلم على الاعتذار. نعم. هنتكلم نقول للناس ازاي باعتذار بسيط كده، موقف منك تتغير الموقف. نعم، هذا حضرتك المثل التطبيقي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من السيرة النبوية. كان الشاعر الكبير وهو كعب بن زهير، والده شاعر من كبار شعراء الجاهلية ومن أصحاب المعلقات كمان. اسمه زهير بن أبي سلمى، ده كان مشهور جدا في أيام الجاهلية. نعم. والمعلقات بقى اللي كانت على الكعبة كده، وكان يتباهى العرب بهذه المعلقات اللي تعلق وتحفظ كمان. نعم، هذا الشاعر كان ليه ابنين، كعب وبجير. أسلم بجير هذا قبل كعب. فكعب طبعا غضب من أخيه الذي أسلم، وبدأ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ويتغزل في أمهات المؤمنين بكلام قبيح. تمام. وصل هذا الكلام لمن؟ في جبهة الجزيرة العربية للنبي عليه الصلاة والسلام. أهدر النبي دمه لأنه تشبب أو تغزل بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. في هذه اللحظات كتب بجير إلى أخيه أن أقدم على رسول الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس صفحا وعفوا، وإنك إن أتيت إليه معتذرا سيقبل عذرك. هنا بقى تم تطبيق الشرع عليه. هو احنا بس بنتكلم عشان نشوف، يقول لك مش عارف مين قطع ايه وعمل ايه وايه. هنا الموقف والتسامح والليونة، هنا المرونة، هنا ثقافة الحب، ثقافة التسامح، ثقافة السلام. تم اهدار دمه، خلاص طلع الامر انه يقتل. تخيل انت بقى واحد محكوم عليه بالاعدام وجه، ايه اللي يحصل؟ لما جاء كعب بن زهير ودخل وتخفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه صلى الله عليه وسلم، تخفى وتلثم ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله لئن جاءك كعب واعتذر إليك أتقبل عذره؟ قال له نعم. فكشف كعب عن وجهه فإذا هو كعب بن زهير، ثم أخذ ينشد النبي عليه الصلاة والسلام القصيدة المعروفة باللامية، وهي أول بردة في التاريخ. اللامية ابتدأها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، إلى أن قال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، وأخذ يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام. من جمال هذه القصيدة والاعتذار الرقيق الرقراق، خلع النبي عليه الصلاة والسلام عباءته وغطى بها كعب بن زهير، ولذلك سميت هذه بالبردة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب تسمية البردة. نعم، في البردة الإمام البصيري، البصيري طبعا، في البردة كذلك الأحمد شوقي، في كذلك الأمر البردة. أول بردة في الإسلام هي بردة كعب ابن زهير، لما اعتذر للنبي في مسجده، دخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقدم له العذر، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام عذره. وفي ذلك يقول سيدنا عمر أعقل الناس أعذرهم للناس. يا سلام. ثم يقول لو شتمني رجل في أذن اليمنى واعتذر إلي في اليسرى لقبلت عذره، لأنه من لا يقبل عذر الناس لا يقبل الله عذره صلى الله عليه وسلم. يعني واحد حكم عليه بالإعدام، إهدار الدم، دخل على الرسول وقال له تقبل الاعتذار، فقبل الاعتذار وقال قصيدة. دي ثقافة التسامح والحب، حب الجميع، حب الناس، ده موجود في حياتنا. الموقف ده لو طبقناه على كثير من الحكام او المسؤولين وفيه بطلع قرار، هيقبل الاعتذار؟ لازم، لان دي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن كعب بن زهير، وده يعني بعد اللي كعب بن زهير قاله في حق النبي وحق الصحابه، ده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، يعني على رغم مقدره النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان هو عفى عنه، ده العفو عند المقدره، ده المفروض ان احنا نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا يعني دليل قاطع ان انا مش اي حد اقدر عليه،
ان انا اتعامل معاه بالقوه وبالعنف، لا بالعكس. ولما حد يجيني تائب يعني معترف بذنبه، المفروض ان انا اتقبل منه ده وان انا يعني اعفو عنه. ده اللي متعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الاسلام دين العفو ودين السماحه، والله عز وجل من اسمائه العفو. وحتى الدعاء المقصور في الـ في الـ في القران في ليله القدر، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا من عنت له الوجوه وسجدت له الجباه وخشعت له الأصوات، صل على عبدك ونبيك محمد وآله في الأولين. اللهم خلقنا بخلق القرآن، اللهم أحينا مؤمنين، توفنا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين. اللهم أنزل على مصر الأمن والأمان والسلامة في الأوطان، احفظ مصر من كيد أعدائها وجهل أبنائها. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن الماكرين بالليل والنهار، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.